السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم جميعا في رحلة العام تمرين الأخلاق. بما إني بقدم محتوى رياضي فحبيت النهاردة أقدم لكم حاجة مختلفة عن اللي أنا بقدمها. تمرين الأخلاق دي بيعدي علينا كلمة بتتقال كتير قوي، الرياضة أخلاق. الرياضة هي الحافز الوحيد للباور والطاقة، وهي اللي بتديك ثقة في نفسك، عشان كده بتبتدي تستخدم الطاقة دي في الشغل أو في الدراسة. واحدة واحدة بتبتدي تستخدمها في تحدياتك مع زمايلك أو أصدقائك، اللي أنت بتلاقي نفسك النهاردة فزت في التحدي ده مع صاحبك مرة واثنين وثلاثة، لغاية ما بتيجي مرة تقع في واحد أقوى منك، وبتعرف إن ربنا سبحانه وتعالى خلق القوة درجات، وبتبتدي الثقة اللي في نفسك دي تروح وتقل، بدل ما أنت تستخدم قوتك في حاجة سلبية ياريت تستخدمها في حاجة إيجابية. والشخص اللي انت ممكن تحترمه بس عشان هو أقوى منك، انت ممكن تحترم الناس كلها بمستوى واحد، ما يكونش ده بحترمه عشان أقوى مني وده ما بحترمهوش عشان ضعيف. ما نكونش عايشين في قانون الغابة، نكون عايشين قلبنا على بعض وخايفين على بعض، ما نتنمرش على حد، ما نحسس اللي احنا في حد أفضل من التاني، ولا أنا ثقتي في نفسي تقل ولا ثقة الآخرين تقل. ويريد تكون مؤمن قبل ما تكون علاقتك طيبة مع الناس، خليها طيبة مع ربنا. لو أخلاقك حلوة في دينك، أظن اللي أنت هتكون أخلاقك حلوة مع الناس كلها. ياريت أفكارك ما تكونش سلبية، ياريت تفكر بطريقة صح، ياريت تنشر الفكرة على قد ما تقدر وتكلم فيها أصدقائك وزمايلك. الرياضة أخلاق، درب أخلاقك قبل ما تدرب عضلاتك. أظن لو أنت رحت مثلا صلت ألعاب القوة ودربت عضلاتك بس ما دربتش أخلاقك، اتحدى نفسك. لو انتصرت على نفسك اعرف اللي انت انتصرت من غير ما تتحدى حد أو تخش في مقارنة مع حد. نفسك هي ممكن تكون أشرف شيء يقابلك في طريقك. درب أخلاقك وانتصر على نفسك. أهم حاجة تكون عندك إيمان اللي انت حلمك هتوصل له، والقوة شيء جميل، استخدمها في مكانها الصح، ما تأذيش حد. حاول تكون أخلاقك فوق أي شيء، تفكيرك ما يكونش سلبي، لازم أن يكون إيجابي، لازم أن تكون شخص محفز، ما تفكرش تحبط حد، لازم أن تكون بتفكر إزاي تسعد اللي حواليك حتى لو بكلمة. وأظن بالشكل ده أنت هتستريح نفسيا واللي حواليك هيستريحوا، وهتعيش طول عمرك بأخلاق طيبة. وياريت تكونوا استفدتوا منها، ويا رب أشوفكم دايما على خير. والأخلاق دايما هي تكون أفضل حاجة في طريقنا، وهي الإنسان ما بيسيبش الدنيا غير سيرته. لو أخلاقه طيبة طبعا سيرته بتكون جميلة، إنما لو أخلاقه رديئة طبعا سيرته بتكون مش حلوة. وأتمنى لو أنت أول مرة تشوفني ياريت تخش تزور القديم، وياريت تفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد وما يفوتكش حاجة. ولو عجبك الفيديو اعمل لايك، ولو ما عجبش الفيديو ياريت تعمل لايك عشان يشجعني، وتكتب لي رأيك تحت في الكومنتات. ولو نفسك تشارك في رحلة العالمي أو عايز تعرف إيه، اكتب لي تحت في الكومنتات. حابب تسأل في أي حاجة أكيد هرد عليك مش هعوق. وأتمنىكم بخير يا رب دايما، وسامحوني لو تأخرت عليكم، وأتمنى أشوفكم في حلقة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.